هذا انا انا واحد النهار ما سمندير جلس ونان كمي جوان بقيت غادي نسيت على سميتي وغادي في الطريق وانا غادي من كريم مع راسي وانا قلت ويلي غنمشي للدار وبا غايقول لي فايس شنو سميتك يقول لي راه مباوع ملي مشيت بقيت كنقول صافي غنمشي بغيت نتفكر سميتي وانا ندق عليه با هو يخرج قال لي فيكتي يا فايس قلت له حم والديك فايس المغاربه هما الشعب الوحيد اللي في عز الحرب والعالم كيضحكوا خالقين عصير راه صافي صوت قلد وجهك صافي قلد غادي العلوى تريري جنو صيك دعتا يسعونا العاد مسكين دريويتسي نعم اريح الله جاسم هذا بعد عرفنا داك خونا داك البرمد النواش خلاه داك الغليظ داك بوحناك داك الضب منين جاب الفكره جابها من هنا كارم كي كيديروا في الزنقه يا هاد العادني ناخذ يسكار الله يحنا نيدين اللي عند النقره الهرسه علاش كضحك عاد كدير هذا مالو هنا هو واحد الزيرو مبارك عليه قيد عندك ورقه عندك شي ورقه لا فعلي هذا اللي كيطرطر عليك كاش انا راسك راه كيطرطق اسنيت انت اسنيت الورقه واش سميتك الورقه سيرت النهار الجمعه صغار تعامل معك ادري وين سير انا راه مشهور مشهور اه هاد الزعله وجهها صواب لا مساطة كيفاش كيقدر كيسمي كونترولي يديه مع الحركات مع الهضرة مع انه ما يتحركش فمه خطارة صاحبي موهبة ومدي رسالة لجميع النساء اللي كاينين في العالم كامل ماشي غير في المغرب بغيت نقول لكم واحد الحاجة فمشيني زعما باش نخرجكم شوية من داك النفق اللي كتعيشوا فيه الموديلين في حياتكم المهم إلا كنتي حزينة سيري للكوزينة وهذا الفيديو تحت الشعار الا كنتي حزين اي وحده كتفرج فيا تنوض دابا دير بوز لهذا الفيديو تنوض للكوزينه السعاده ديالكم تما ايوا قول لي عندي واحد المشبه الاسانكسات تاع صاحبي خدام به ودابا هو هذا الاوديو اللي صيفطت ليه كيبقى يقول هكا كيبقى يقول هذه الهضره مزروبه فهمتي دابا هذا الاوديو اللي صيفطت ليه راه مزروب وعارف انا ماشي مزروب الديفون عندي انا ما عرفتش كيفاش البلان بحال هكا كيسمع اكادي كلاش هذا ماشي اوديو والحمار راه كاينه في وادف وطرواف وما تفهمش هذا الشيء خليك اخويا انت في الاسيس شنو هو دواء البرد امسيس الله الدواء ديال البرد نصيحه من عندي انايا بلا ما تمشي لا فرماسيان لا عشاب لا حتى شي واحد راه غير بغيت توليك ديالك وصافي وبدون نتيجه الدواء ديال البرد نعم سيدي هو هذيك ما هي مقصره تاع الطريحه ضربها والرئيس ديال الجزائر فقط من غير هادشي راه تنز على راسك راه قال لكم الحقيقه صافي هادشي هو دو دو هاد البنت ما بقاش تخربق عليا يا صاحبي صافي بوين فينا لا صاحبي زدينا دابا يقولوا لي اللي هذا عنده الحرب وجهي في هاد المالطه مازافيل تطلق راسك دوك وبنادم مخبع في ما عرفت فين هاد البلاصه هادي حدا ديال المترو مخبع تما من الصوارخ ومن العالم وفهمتي جالس كيخرب الضحك مع صحابو لكني تندير شو هو مغربي الاخوان في اوكرانيا بغا شي يقسم معايا مالطا هو الاخوان هذا راه ما عقلش عليا في الحرب ما عطاني مالطا اخويا حتى البرد ما نعقلش عليك صراحه فاش صحابك كيمشيو يسهروا بلا اخبارك بوليس ساخت الوالدي ناري مسكدي غادي ندموا هاد القابل في سروالو مسكين هاد الفيديو هذا اللي فهمتي لي كدا اللي لاحوا عليه باج وكدا راه اقسم بالله العلي العظيم الاخوان ها باش فهمتي باش ما تشدوش شي نظره خايبه ولا كدا ولا هاد دابا حنا كانوا معنا البنات بزاف وكدا وهادي فهمتي وما ما يمكنش فهمتي حنايا جايين معنا البنات وبزاف وكدا فهمتي وبنات تيقراو وكدا وما يقدوش على داكشي
وكانوا سميتو عواز بزاف فهمتي، كانوا كتار بزاف وكيعقلوا غير على راسهم فهمتي، ما كيعقلوش على شي واحد اخر. وقبلها بنهار قبل ما نركب انا في التران بنهار كانوا لاحوا واحد المغربيه فهمتي، لاحوها من تماك باش يركبوا هما غير بوحدهم فهمتي، غير ولاد بلادهم. انا مليش في داك السطوريات وكذا ديال دوك عواز زكي، ما حملتش راسي بالرجوله فهمتي، راه ما يمكنش، راه ما يمكنش صافي. ما حملتش راسي، جبت المضاق قلت لهم تشريح عشيري ناري وطلع شي ناري وطلع شي شي واحد من غير المغاربه. صراحه موقف بطوله صدات، ولكن كنت لقيتي مع شي عز عنده شي يدين كبار كون خلطك الصاد. يس بلستين قصت من صدري وات ذا فاك، لاسباب كثيره وعديده. ظهري ما بقيتش قاد عليه ولا كثرني بزاف، حيت راه كانوا بريسك 4 كيلو. تخيل دابا انت كتمشى كل نهار، كدير سبور، كتهايكي، اي حاجه كديرها وهز معك شي حاجه قدام فيها 4 كيلو. هنا نكتشف ان الحياه ليست عادله للدريات. دابا كاين شي دريه مسكينه وعندها فوق 20 عام، يعني فات الوقت ان باش يكبروا لها ممتلكات وكذا، وما عندها لهم ممتلكات للتلعب. يعني كتشوف اختنا عاطيه الله وكذا وماشي دير تجميل باش تحيد ديك السيره، كون حيت شي عطيتها ماشي وحده صدقتيهم عليها. الضيل بنت لو فيه واتساب واتساب مات ويذ يو مان. What do you want? Okay. With great pleasure, my friend. Don't worry. You need money? هذا الممثل هذا كيعرفني صراحة، هو ولد مدينة التازة، ولكن عنده شي تمثيل عارف. علاش ما تسيتي على هادي؟ أنا غنعطيك. أنت أسي أسي. أودي راه النكتة راه ما تتخطر الناس بمراكش. ولا يهمني بوسة عندك يا سير على الله. بوسة عالمية. خصك دير الفيدوج لك الطوموبيل. يا أخوان شوف بس هذه السحر، أوكي؟ محمد اختار كارت. ها حطها في طيز. واحد لزيرو واحد لزيرو. ايوا شتي خفت اليد داخل خفت اليد. مولاي مهدي مولاي مهدي. مرحبا بكم فيديو جديد، تنسيق ديال اليوم اللي خطير. اختاريت لكم واحد اللبسه اللي غادي تعجب بزاف ديال الشباب. اختاريت لافيس في اللون الماروكي كما كتشوفوا اصدقائي، ومن التحت لبست معاها واحد القميجه في اللون الاسود، واحد الحزام اللي كيلعب واحد التناسق ما بينه، واحد الحزام الحذاء السروال في اللون الاسود ديال الثوب اصدقائي. لي زاكسيسوار ساعه حتى هي كتلعب واحد التناسق. هذا هو اللي تيقول لك تنظن ان العلاقه ديالنا ولات غادي في واحد المسار ماشي هو اللي كنت كنظن بها فسيحه. التناسق ما بينها وما بين الصمته وما بينها وما بين الحذاء. النظارات الشمسيه اصدقائي تقدروا تختاروها وتلبسوها كيف ما بغيتوا. بون سيت اصدقائي، هي هذه اللبسه، كلشي على السلو موشن. مع واحد النوطه، شحال من دلاحه كتلقاها ما مطبوعاش وكي كتقاش معاها راه تصرف. وات ذا فاك، عد عد وخلي الغدا. دابا هادو راه عندهم والديهم تيتلقاوهم تيديروا كاكول في الغوز تي خسيت. فاك هذا انا ده انا واحد النهار ما سمندير جلس ونان كمي جوان، بقيت غادي نسيت على سميتي وغادي في الطريق وانا غادي من كريم مع راسي، وانا قلت ويلي غنمشي للدار وبا غايقول لي فايس شنو سميتك، يقول لي راه مباو. ملي مشيت بقيت كنت صافي غنمشي، بغيت نتفكر سميتي وانا ندق عليه با هو يخرج، قال لي فيكتيا فايس، قلت له رحم والديك فايس. ناري ورق راسه براسه، رحم والديك فكرتيني بسميتي. قلب واحد الطريق عالم، قال لي فيكتيا فايصل، قلت له رحم والديك فايصل. رحم والديك يو ناس. تاكلي وتشربي وانا حرارت عليا، وحيط انا على سالمني، ونسى اللي كويتيني. كويتيني روسيا دبرتي عليها وكيفاش اخي يونس هاد البلاصه هادو مخبيهم علينا اخو، ما دبرتش على الروسيه هادي زعما ما فيها والو زعما شي بويس. اشد نعد
هادي فاش تضرب 50 عام في المغرب وما تخدم ما تتزوج ما تدير حتى وز تشقى تاكل مع دارك من الفوق ارجي هرب الكاستاد اخويا حتى لهنا نكونوا ساهلين الفيديو اخوتي فهمتي الله يرفع علينا هاد الوهبه لا دابا مشات الله يرفع علينا الله يرفع علينا النووي جاك وسخرت الفيديو خوت بيس رب الله I've got an itch I can't scratch I'm missing a piece that completes a whole part of me an open wound scar to see everybody come here gather round welcome to the freak show the best in town what the hell's wrong with me I don't get along with